السلام عليكم، يعطيكم العافية يا شباب. اليوم راح نجرب بيتا انذم. طبعا اليوم اخر يوم لتجربة البيتا، وخلونا نجربها مع بعض. وبسم الله نبدأ. خلونا نشوف الان، نرجع مع الدرج هذا الان. طيب انا لعبت الامس تقريبا جيم، لكن نسيت بالضبط وين اروح وين اجي. طيب طيب نروح من هنا. اوكي، هذا ايش عنده؟ يلا تكلم. Matthias. Hello, hello, hello. Here's the manifold. Interesting. وش اللي ما عدا؟ Well, Joel's not gonna hurt it. Probably. اخليكم على المقطع، ما ودي اقطع عليكم. Okay. You hit that switch? وش ذا؟ شكل سلاح جديد. بستخدمه بعد شوي. Okay, easy, easy. Let me see here. Yeah, this is here. Yeah, this is here. I mean, the connections are right. Ah, I know. There is this tried and true technique. Never fails to. وش السالفة؟ هذول يا ربعي يعني ولا وشو؟ والله ما أدري وش دولة. Incredible. Shove off, Hansi. What went awry? We struck the manifold. Manifold definition: amplification or multiplication. Oh. We've been multiplied? This is total scorp drop. Wait, this can't be multiplication. You're surly and I'm not, and he cleaved in threes. What happened? Division. Of course. An inverse function of the manifold divided you. I don't like this. Physical multiplication, psychic division. A personality split three ways. No. It's not what the manifold is supposed to do. We have to fix this. The Dominion soldiers in the ruin, there were three. Do you think the manifold affected them too? Three Dominion soldiers? The same soldier. I'm not sure. We have to go check. Agreed. Any information will help. انا اقول بس الكلام هذا ما له فايده، بس خل نحط سكيب. بلا خرابيط فاضيه. طيب الان نروح من هنا. اوكي طيب نزلنا مع البوابة هذه. طيب الآن شو يبغى نسوي؟ إكس ولا لانش؟ خلنا نضغط مربع. يقول ماتش ميكينج. أتوقع الحين قاعد يبحث عن فريق معي. الحين أتوقع دخلت أونلاين بلعب مع فريق. اللعبة شبيهة بديستني، لكن بالضبط كيف طريقتها هي معقدة شوي. مو مثل ديستني بالضبط، لكن القوائم شوي فيها تعقيد وزي كذا. قوائمها معقدة بشكل غريب مرة. يلا بس نحتري الحين نخلص ذا الخط. طيب الان نروح منه. والله نسيت كذا، اتوقع كذا يطير. ايوه امس لعبت في جيم كذا على السريع وقفلت. طيب الطيران الان نروح من هنا. اوكي طيب خلونا ننزل الان نمشي. في اللي هو الرشاش، وفي طبعا كنت اتوقع كل شخصيه فيها يمكن عندها اسلحه او ضربه قاضيه خاصه فيها. اخويا اها. طيب التحكم شوي صعب. طيب اوكي خلونا ننزل علشان الكهرب، مو الكهرب قصدي الطيران هذا ما يروح علينا. خوياي طاروا، يلا جايكم. والمشكلة اللي فوق تحت واللي تحت فوق الحركة الطيران، يعني كأن في بعض الألعاب يجيك نفس الطيارة ترقى فوق ينزل تحت، تنزل تحت يرقى فوق. هنا المشكلة. طيب الآن وصلوا هنا ربعي. أوكي كأن ال
وش هذا؟ في شيء هنا؟ وش هذا؟ والله يا زول ما عارف هذا ايش يا زول. طيب خلونا نزل. وش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ لا ما تفاجئوني كذا يا شباب. لا لا لا. ايوه فطس. اوكي. خلوني اطير. ايوه كفو والله. اوكي طرنا الان. اها. خبر معي قنبلة. ايوه. انزل انزل انزل. طيب. اوكي. في هذول يا اخي العقارب يحليلهم ذولا، بس هذا اوب 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 مدرع 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 مدرع. هي تشبيه بشكل كبير 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 مره بدستني هي. بشكل اه ما مات هذا. وش ذا العقرب ذا؟ هي ميزتها انها لعبة تعاونية، فممكن تكون لعبة حلوة على اساس انها ميزة لعبة تعاونية مثل ديستني وتنجزون المهمات تطلعون اسلحة زي كذا، لكن كاونلاين ممكن يطلع حلو. ما جربت الاونلاين صراحة بالضبط ولا ادري هل هو فيها اونلاين اللي هو لاعب ضد لاعب او نفس نظام كود 6 لاعبين او 4 لاعبين ضد 4 لاعبين، او خلينا نقول مثل ديستني زي كذا. اكيد فيها لكن ما ادري هل البيتا فيها او لا، صراحة ما جربت. وحاطين نظام اللي هو التاور او شيء زي كذا اللي فيه تجمع اللاعبين. طيب خلاص يا اخوي خلاص. ايوه يا اخي يلا يموتون دولة تو حنا بعدين. طيب انت خذ لك. يلا يلا هم بجرم بجرم احنا فاضيين. طيب معقولة الان ما خلصنا؟ اوكي تشالنج كومبليت. طيب وين نروح الان؟ الاحمر ذا ما ادري وش صراحه طلع لي رادار هنا. وين نروح يا شباب؟ يلا يا شباب. يا شباب ترى حتى نعرف اطير مو بنت لحالك. اها اوكي. طيب يلا انا باخذ لي هذيك. في شيء هنا؟ وش فيه هنا؟ اه وش هذا؟ والله ما ادري وش هذا. يقول فايد والله الزبده كلام من واجد ما ادري وش صراحه. كلام من واجد ولا يندرى وش. طيب في هنا في شيء يلمع وش؟ ها؟ هذا ايش؟ ما ادري وش. طيب هذول يتفجرون. اها طيب لو فجرناه شو يصير؟ طيب والله نمشي الان نروح لما ربعنا مع الجهة. اه اثرهم سبقوني. اطلع ابليس وانا مسوي الفاهم واللي مدرك الوضع. اوكي جايكم جايكم يا شباب اصبروا لي. خرب قصدي خلص الغاز ما ادري وش ذا. اوكي ليفل 15 يقول يو ستارت ليفل 10 اند كان بروجريس اب تو ليفل ما ادري 15 دورينج ذا ديمو. الله ما ادري وش يقول. طيب على العموم ما بيطول عليكم اكثر من كذا. الديمو صراحة يعني مو اللي مرة 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 مرة، لكنه يعني حلو يعني كتجربة أولية يعني حلوة، لكن ننتظر ونشوف لا نزالت اللعبة كاملة. هل هي فعلا تستحق ان واحد يشتريها؟ هل هي يعني شبيهة بديستني؟ ديستني صراحة انا كنت مدمنها بشكل كبير اول. ديستني 1 طبعا مو ديستني 2. ديستني 2 لان ما في ذاك الفرق اللي خلاني اشتريها. لكن انذم يعني فيها اللي هو اللعب تقدر تقولون انه او القوائم بشكل عام معقده شوي، لكن اللي ممكن يخليني اشتريها اللي علشان اللعب التعاون اللي فيها، عرفتوا؟ طبعا اكيد راح يكون اكيد انا اتوقع اكيد راح يكون فيها اللعب الاونلاين مثل ديستني، لكن ميزه الطيران هذه ممكن تكون معقده شوي، يعني يجيك واحد بثر يطير عليك ويقروشك. خلونا نروح الان.
اخويا راحوا من هنا. خلونا نشوف لين هنا بعدين نشوف نوصل لين هنا ووريكم اخر شيء. طبعا اللي ما جرب البيتا ومحمل اللعبه اتوقع مديكم تلعبون طبعا لين 3 فبراير. طبعا اليوم من نزول المقطع اللي هو 3 فبراير تقدرون تلعبون باللعبه عادي. لا 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 طيح 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 طيح. ايوه تقدروا تلعبون باللعبه وتجربونها بنفسكم هل هي يعني كويسه مي كويسه، تشوفون بنفسكم عادي. طيب انتم خذوا. اوكي 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 اوب اوب خذوا قنبله. طبعا نسيت اوريكم الضربه القاضيه حقته. اوكي اوريك الضربه القاضيه الان. هذا اللي ربعي ذا وش حليلك ايش تبي انت؟ طيب ابوريكم بس الضربه القاضيه حقت يعني اتوقع كل شخصيه. اح وش هذا وش هذا؟ لان خبر ان كل شخصيه لها ضربه قاضيه فيها. خلنا نوريكم وشلون هي. ايوه كذا شفتوا والله تدمير. هذه يعني زي الديستني بالضبط، يعني كل شخصيه لها قدره او ضربه خاصه فيها. تعال تعال يا قلبي تعال تعال يا اخي. والله ما يطلقون عليه، قال حالي قاعد يطلق عليه يستقبلون. اوه وش ذا المدرع ذا؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر، شو مدرعين ذول؟ مع اني لاعب بيتا قبل بس اول مره اشوفهم. طيب انا بطلق عليه، تطلقوا عليه من هنا يا اخي. اطلقوا عليه يا اخي، لازم اطير يعني اطلق. اوب 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 نشبتها فيه الظاهر. اوب 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 لا حول يا اخي، طلق عليه من ورا يا اخي. ايش ذا الفريق؟ اح يا ابوي رصاصي خلص. خلصوا. طيب يا شباب ما ودي اطلع لكم اكثر من كذا، اتمنى المقطع يعجبكم ولا تنسون اللايك واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات.